غامدي، كالوريوس تربية فنية، معلمة آرت أكتيفيتي ومدرب دولي. هي من الطفولة موهبة بس صقلتها لما مع الوقت يعني، وبرضه كان في مواهب في نفس العائلة. هو عشقي الرسم، وأحب أعبر عن كل شيء في الحياة بالرسم، وبرضه أنا نفس الشيء أحاول أنه أطور طالباتي أنهم يمشون على خطى أفضل من السابق في التعليم، يعني أعلمهم خطوات الرسم أسهلها بالنسبة لهم. الرسم ما هو شيء صعب، بالعكس هو شيء سهل، بس كمان لما يدخل فيه إحساس الفنان وعشقه للفن يقدر يبرز أشياء، ومشاعره يقدر يدخلها فيبرز أشياء كثيرة فيها. أنا حاولت أبرزها، رسمت نفس الإبل اللي هي مقبلة وقت الغروب، هذه فيها مشاعر قوية جداً بالنسبة لأصحاب الإبل نفسهم، وهم يشوفون المنقية حقتهم وهي راجعة من المرعى. حاولت أني أصورها في لوحة من اللوحات، ودخلت برضو بعض الرسمات اللي فيها الطابع البدوي مثل العزف على الربابة والزي البدوي.